السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن حقيقة إعادة المباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني في مباراة الفصيلة المؤهلة لكأس العالم. طبعا المباراة التي كانت فضيحة من طرف الحكم قاسم، والذي تم فيها خسارة المنتخب الجزائري وعدم وصوله إلى مونديال قطر. فالكثير يتحدث عن إعادة المباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، لكن أنا سوف أوضح أسباب كثيرة والسبب الأبرز الذي سوف يتم فيه إعادة المباراة. يوجد سبب واحد فقط، وهو دليل قاطع يثبت للفيفا أنها سوف تعيد المباراة. يجب إبرام دليل قاطع الذي يسمح بإعادة المباراة. وبالنسبة للدليل الذي أتحدث عليه، أن يكون اعتراف من الحكم قاسم بتلقيه رشوة، أو مقطع فيديو يوضح أن الحكم تلقى رشوة. وبالنسبة الكثير سوف يتساءل، هل الأخطاء التحكيمية التي أجريت في المباراة ليس بدليل؟ فالفيفا تعتبر أن ذلك الأخطاء هما أخطاء حكم فقط، ويمكن بتلك الأخطاء معاقبة الحكم فقط، ولا يمكن إعادة المباراة. فشاهدنا في إفريقيا أخطاء كثيرة ولا تتم إعادة المباراة. لكن كما قلت، السبب الوحيد الذي سوف يجعل المباراة تعيد أو تلعب من جديد، وهو دليل قاطع يثبت أن الحكم تلقى رشوة من المنتخب الكاميروني أو من اللاعب سامويل إيتو. نتمنى إن شاء الله أن تبين الحقيقة هذا اليوم، لأنه يعتبر يوم الخميس ويوم الآخر قبل قرعة كأس العالم لدور المجموعات. المنتخب الجزائري لم يفشل في الصعود إلى مونديال قطر، بل المنتخب الجزائري ظلم ووقف ضده الحكم ومنعه من الوصول إلى مونديال قطر. طبعا هذا هو كل شيء بلدي. لا تنسى الاشتراك ولايك في الفيديو، وبالتوفيق للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري ككل، وإلى اللقاء.